مرحبا بكم. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعلن عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية أوكساغون، التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط مدينة نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل. واعتبر ولي العهد أن أوكساغون ستكون حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحات السعودية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وذكر أن المدينة الجديدة ستسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة. وأثار ذلك تفاعل الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزهم تويتر، وهذه بعض التعليقات. حساب أبو حسام يقول: محمد بن سلمان رجل المرحلة وقائد التغيير، حفظه الله ووفقه وأعانه لكل ما فيه الخير للوطن والمواطن. وأيضا حساب آخر يقول: خطوات متسارعة للقرن 22، رجل سبق زمانه، ربي يحفظه. وأيضا تعليق آخر يقول: شكرا سيدي سمو ولي العهد، نجاحات على كافة الأصعدة، سياسيا اقتصاديا رياضيا. وتقع المدينة الصناعية الجديدة في الركن الجنوبي الغربي لمدينة نيوم، التي تقع في شمال غرب المملكة على البحر الأحمر، وتحتل أوكساغون منطقة كبيرة في تلك المنطقة. تعد أوكساغون أكبر هيكل عائم في العالم، كما تعد مركزا لتطوير نيوم الاقتصاد الأزرق، وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر. أوكساغون هي أكثر التقنيات تقدماً مثل إنترنت الأشياء وتفاعل الإنسان مع الآلة والقدرة على التوقع والروبوتات، وجميعها مقترنة بشبكة من مراكز التوزيع المستقلة بالكامل، بما يخدم طموحات مدينة نيوم في إنشاء سلسلة إمداد متكاملة وذكية وفعالة. نشكركم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.